انت كده قسمت المساله لثلاثه. أيوه. استثماريه. أيوه. ورواتب مشروعات. يعني احنا عندنا رواتب مثلا في محافظه القاهره، غير التربيه والتعليم كمان تصل الى مليار جنيه. التربيه والتعليم فيها حوالي 200 الف من المدرسين والعاملين في التربيه والتعليم وهيئه النقل العام وهيئه النظافه وغيرها، فاحنا بنتكلم على يمكن حوالي 2 مليار جنيه مرتبات. ونتكلم على مشروعات تتم على ارض محافظه القاهره من جهات مركزيه ومن القوات المسلحه لصالح محافظه القاهره، قد تصل الى 3 الى 4 مليار جنيه مشروعات لمشروعات الطرق والميه والصرف الصحي والعشوائيات وغيرها من المشروعات. يعني اذا مرتبات محافظه القاهره حوالي 2 مليار. محافظه القاهره بدون التربيه والتعليم حوالي مليار. أيوة. التربيه والتعليم حوالي 2 مليار فيما يخص يعني الديوان وتوابعه مليار. بالظبط. مظبوط كده؟ بالظبط. والادارات الملحقه تعليم و و و بتعمل مليار كمان. يعني اذا بنتكلم في رواتب 2 مليار. 2 مليار كمان. 2 مليار فوق المليار. فوق المليار. أيوة. المشروعات اللي بتنفذ على ارض القاهره. أيوة. في حدود من 3 ل 4 مليار. بالظبط كده. مظبوط كده؟ هل ده كافي؟ لا مش كافي، مش كافي لانه الطموح كبير جدا. وبعدين والتحديات كبيره. انا خليني اقول لسيادتك بس على مثال واحد. اتفضل. يعني احنا مثلا في عندنا في القاهره قضيه العشوائيات. قضيه العشوائيات. دي العشوائيات دي مهمه جدا. تتطلب، لا انا باخدها بس كمثال هنرجع لها تاني. تتطلب القضيه دي مثلا انفاق ما بين 4 الى 5 مليار جنيه خلال سنتين ثلاثه. انت محتاج من 4 الى 5 مليار جنيه خلال سنتين. بالظبط كده. في معالجه هذه الظاهره.